نورنا في البيت الكبير، ربنا والف يخليك. مبروك علينا كلنا. الله يبارك فيك، وطبعا انا برحب بيكم، شرف حبيبي كبير بقى. ليا طبعا يا كابتن هاني ان انا اكون حبيبي. معاكم النهارده. لا منور طبعا ربنا في البيت الكبير، وانت جزء من البيت الكبير. انت كنت لاعب كبير زي ما قالت سهام، وهداف من الطراز الكبير جدا. هنتكلم على كذا محور يا احمد ان شاء الله النهارده، بس اكيد ناخد الاحداث الجديده، الفرحه اللي احنا عايشينها. بس عايز اساله يا كابتن فضل. الاول اهو مختفي بقاله فتره، فانا الحقيقه كنت عايز اعرف يعني سر اختفائه ده، بعيدا عن ان انت بتدرب ومركز جدا في 2007، فريق 2007، ليه مختفي؟ ليه قليل الظهور؟ ليه يعني فينك يعني؟ بصراحه انا ما بحبش يعني اظهر كتير. يعني كل ما الواحد بيطلع بيظهر كتير في التلفزيون بيبقى الكلام معظمه متكرر يعني. فانا حبيت ان انا يعني، انا جالي الفتره اللي فاتت دي برضو في كذا مكان، بس طبعا شغلي زائد ان انا مركز فعلا في مجال التدريب شويه، فبس انت مش بطبيعتك أكتر. يا احمد انت بطبيعتك يعني، مش انا عارف يعني قليل الظهور يعني مش منطوي، لكن يعني دايما كده بس بتشوف شغلك يعني بالظبط مش اكتر يعني. بس خلي بالك السوشيال ميديا مهمه اليومين دول يعني، طبعا مهمه جدا يعني، ما بقولكش يعني تبقى داخل فيها، لكن جزء مهم من حياتك انت كمدرب كمان، تقدر تعمل جزء كبير حتى من بناء مستقبلك من خلال العلاقات. فان شاء الله باذن الله وهنتكلم في دوت. انت حتى قبل الهوا بكلمك، انت اشمعنى التدريب، دخلت ليه؟